أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في وصف للوحدة الأولى من كتاب الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني، وهي بعنوان أنا والإعلام. إذا في هذا الدرس سأقوم بالتعريف بأبرز الخطوط العريضة والأهداف التي سنتناولها خلال هذه الوحدة. بداية، سأقوم بالتطرق إلى الموضوعات التي تتناولها هذه الوحدة. الوحدة الأولى هي عبارة عن 4 دروس، الدرس الأول هو عن المحتوى الإعلامي، أما الثاني هو عن التضليل الإعلامي. إذن سنتعرف الفرق بينهما والشائعات ووسائل التواصل الاجتماعي. أعرف جيداً أن هذه الموضوعات ستكون موضوعات شيقة بالنسبة لكم، لا سيما أن أغلبكم يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بفاعلية كبيرة. أقصد بوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كالإنستغرام، السناب شات، الفيسبوك، التيك توك، إلى غير ذلك من مواقع التواصل الاجتماعي بينك وبين المقربين منك. إذن إن أبرز الأهداف المتوقعة منك عزيزي الطالب في نهاية هذه الوحدة أن تتعرف إلى المفاهيم والمصطلحات الجديدة فيها، كمفهوم المحتوى الإعلامي، التضليل الإعلامي، الشائعات، أن تتعرف إلى آلية عمل وسائل الإعلام ومبادئها الأخلاقية، وأن تتعرف إلى أساليب التضليل الإعلامي وطرائق مواجهته، وسنربط ذلك بالواقع أيضاً. وعليك أن تعدد الوسائل التي يمارس عن طريقها التضليل الإعلامي، وأن توضح استخدام أسلوب تكرار الخير كأحد أساليب التضليل الإعلامي. إذن جميع مفاهيم هذه الوحدة تندرج تحت الإعلام، لذلك أعتقد أنها سميت أنا والإعلام، فكان العنوان مناسباً لموضوعاتها. أذكر عزيزي الطالب بوجود فيديو الوحدة الذي أقوم أيضاً بوضع جميع ما يطلب منك خلال هذه الوحدة من مهام، مشروعات، مصادر في صفحة المنصة التعليمية الموجودة بعنوان الوحدة الأولى أنا والإعلام الفصل الدراسي الثاني. أما بالنسبة للتكامل، فتتكامل هذه الوحدة، وحدة أنا والإعلام، مع تكنولوجيا المعلومات من خلال استخدام المهارات البحثية في معرفة موضوعات الوحدة، ثم تستخدم التكنولوجيا في تصميم عرض تقديمي يعرض ملخص لأهم المعلومات التي اكتسبتها خلال هذه الوحدة. فقد وضعت لكم أمثلة هنا. قلت البحث في المركز الوطني للأمن السيبراني، وهي مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاية وفاعلية، بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات. أنا قمت بقراءة المركز الوطني، تعريفه، ما هو أهم مهامه التي يقوم بها والأهداف. لذلك وبعد أن عرفنا هذا المكان، ستقوم بالتعاون مع أفراد مجموعتك بالاستعانة بالموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأمن السيبراني، وقد وضع الرابط الخاص بك، لتكتب تقريراً عن أهم المهام والخدمات والنصائح التي يقدمها في مجال التوعية الأمنية، ونقدم ما توصلنا إليه أمام زملائنا. أما البحث الآخر، سترجع إلى الموقع الإلكتروني وتطلع على محتويات الموقع. هذا الموقع اسمه أكيد، وتكتب تقريراً عن أهمية وجود مثل هذه المواقع. قلنا الشائعات مثلاً، نحن نزور مواقع معينة نستخرج منها جميع معلومات أبحاثنا وتقاريرنا، مثل موضوع.com، ونبتعد عن بعض المواقع. لماذا نبتعد عن بعض هذه المواقع ونزور مواقع معينة؟ بالتأكيد لأننا نطلع على معلومات أكيدة ونقدمها للآخرين.
أما المشروع الخاص بهذه الوحدة سيكون بالتعاون مع أفراد مجموعتك وبالاستعانة بأحد محركات البحث الموثوقة، ستبحث عن معلومات غير صحيحة أو دقيقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وما أكثرها طبعا من أخبار كاذبة أو مواقع إخبارية، وتتحقق من صحة الخبر ثم تصمم فيديو تعرض فيه الخبر المزيف والحقيقة. لابد أننا نقوم بمشاهدة أخبار زائفة، كأن نقوم مثلا بمشاهدة خبر يعرض فيه وفاة لفنان مشهور أو معروف، ثم نعلم أن هذا الخبر كان شائع أثرت فيه على أسرة هذا الشخص وعلى حياته المهنية وأيضا على نفسيته. ما ستقوم أنت بأخذ هذا الخبر من الموقع المزيف، ثم ستعرض صحة هذا الخبر وستصمم فيديو تعرض فيه الحقيقة. بالطبع لابد من وجود معايير خاصة بكل مشروع ستقوم به وتقييم العمل بناء على هذه العناوين، حيث سنعطي 5 نقاط لكل معيار. ملاءمة المحتوى، هل كان مشروعك يناسب المحتوى الذي طلبته؟ العمل الجماعي، هل تم توزيع العمل على أفراد المجموعة كاملة؟ الالتزام بالوقت، هل قمت بتسليم المشروع في وقته المحدد؟ أم أنك تأخرت عن بقية زملائك؟ طريقة العرض، هل كان عرضك جاذبا لافتا مثير الانتباه؟ أم أنه كان مملا رتيبا يخلو من أي نوع من الإثارة أو المتعة والتأمل؟ لابد أنك قدمت ماذا استفدت من هذا المشروع كنوع من التقييم لما قمت به خلال هذه الوحدة. وإذا كان لديك ملاحظات أو كنت تتمنى أن يكون مشروع الوحدة في موضوع آخر كنت تحب أن تقوم به، لتعطينا بعض أفكارك الجاذبة عزيزي الطالب. وفي نهاية كل وحدة عزيزي الطالب، لابد أن تجيب عن مجموعة من الأسئلة التي تقيم فيها فهمك لموضوعات الوحدة، كأن تجيب عن الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمال مهام التقييم النهائي. مهام التقييم كانت المشروع الذي ذكرته قبل قليل، ما هي الصعوبات التي واجهتك وكيف استطعت أن تتغلب عليها؟ أي المهارات بحاجة للمزيد من الممارسة؟ كما تلاحظ أن المهارتين اللتين ركزنا عليها في هذه الوحدة مهارة التواصل ومهارة البحث. هل كانت المهارات جيدة بالنسبة لك أم أنك تحتاج إلى التطوير في مهارة معينة؟ ما هي نتائج التعلم في هذه الوحدة؟ نتائج التعلم أبرز الأهداف التي حصلت عليها بعد دراستك لها. ما الذي كان مثيرا للدهشة؟ بالتأكيد أنك أضفت إلى حقيبتك التعليمية الكثير. هل هناك شيء مثير للدهشة تعلمته أو كنت تريد أن تتعلمه؟ وما الذي سنفعله بشكل مختلف المرة القادمة؟ كما ذكرت قبل قليل أن اقتراحاتك عزيزي الطالب كهمنا، فهل هناك اقتراح تحب أن يكون خاصة باستراتيجيات التعلم المتبعة خلال تعلم هذه الوحدة أو بمهارات التعلم المستخدمة أو بطريقة شرح المعلومة أو حتى بطريقة تلقيك لها؟ أي اقتراح بالنسبة لي مرحب به عزيزي الطالب. لا تنسى عزيزي الطالب أن هناك صفحة خاصة لمصادر الوحدة التي نقوم بتحديدها للرجوع لها عند طلب الأبحاث والمعلومات، وقد وضعت لكم العديد من المصادر التي تفيدكم في استخراج واستنباط الأفكار المطلوبة في وحدة أنا والإعلام، مثل موقع موضوع.com، وهو الموقع الذي تستخرج منه جميع المعلومات بطرق موثوقة صحيحة، وصحيفة الرأي التي نستمد منها بعض المقالات في موضوعات خاصة أنكم وموضوعكم أنا والإعلام ستتأكدون من بعض الأخبار الزائفة أو الحقيقية، وهذه الصحف ستفيدكم في هذا المشروع، بالإضافة إلى مواقع أخرى مثل كويزز وكاهوت وورد وول، حيث تحتوي على مجموعة من الأنشطة التفاعلية المثيرة التي تساعدك في فهم الدرس بطريقة أفضل. ولا ننسى أيضا التقييمات الذاتية الموجودة في الصفحة،
والمواد المرئية. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها خلال هذه الوحدة. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.